دكتور سيد، هل في قدرة الآن حتى في الشمال للمقاتل الفلسطيني أن يناور، أن يفاجئ؟ يعني في هناك من يرى المشهد يهيأ له أحياناً أنه العملية لم تكتمل، حتى لو رأينا جنود في الشمال قد تكون هناك مفاجآت. هنا في نقطة مهمة جداً، الانتشار اللي بتنفذه القوات الإسرائيلية والتوغل عسكرياً شيء طبيعي، بيوحي سواء حتى أمام المدنيين موجودين في غزة أو يوحي الفلسطينيين أن في سيطرة كاملة على أجزاء كبيرة من القطاع. لكن لابد ألا ننكر، كانوا في الأول برا مجمع المستشفيات أصبحوا داخله، برا المجمع الأمني أصبحوا داخله، لا ننكر ذلك. لكن أرجع لحضرتك تاني، ممنوع التأمين. هنا بتحاول الفصائل الفلسطينية بشتى الطرق أنها تثبت أن هذا التوغل هو توغل شكلي، وأن تلك القوات الموجودة لم تحقق السيطرة الحقيقية على ما تم الاستيلاء عليه. يعني أنا حدي مثال بسيط جدا، ما تم من استهدافات أعلن عنها بواسطة القسام أمس وهي حقيقة، كما ذكرنا، منها ما دمر ومنها ما أصيب ومنها ما لم يصاب أو يدمر. هل هذا أتى من السماء يعني أم من تحت الأرض؟ بالتأكيد، أو من هم موجودين أقرب ما يكون لتلك القوات الموجودة. لذلك أكيد هيكون في مفاجآت، مش لسه منتظرين، هو ما زال في مفاجآت. يعني مثال تاني بسيط جدا، زي ما ذكرنا بالأمس أن في حوالي أكتر من، وليس حوالي، أكتر من 200 معدة بكل أنواعها بكل أشكالها، الثقيل والخفيف والمتوسط، تم إخلاءهم خلال فترة. الجرحى أعلن عن 60، قبل منهم إن لم أكن مخطئ 260 تم الإعلان عنهم في 4 نوفمبر، وفي لينك بيقول كذا. طب ده نتاج لإيه؟ كانوا بيضربوا نفسهم يعني مثلا؟ أكيد الفصائل كانت بتظهر وبتضربهم. الموضوع مستمر، وكما ذكرت لحضرتك على الخريطة، أن أنا في تقديري وليس وحدي على ما أعتقد لم يستخدم الثلث حتى الآن من تلك القوات. ونقطة مهمة، من قال أن المدنيين الذين هم ليسوا من ضمن صفوف الفصائل، أن منهم من سينضم الآن؟ لن ينضم، احتمال ينضم صح. وهذا بيزود القوة. من قال أنك كما تأتي أنت كإسرائيل بمرتزقة $4,000 أو 3900 يورو أسبوعيا كمرتب شهري، وبتسرقهم من أوكرانيا على سبيل المثال عشان بياخدوا أكتر في أعمال أأمن، من قال لك أنك من سيأتي مجانا للفصائل الفلسطينية ويقاتل معه؟ الدليل أن هناك بعض الناشطين في السوشيال ميديا الأجانب عينهم زرقاء يعني مش زينا، أنه بدأوا يتحركوا ويدخلوا، قال أنا طالب أدخل غزة وأمارس من داخل غزة وأنقل. هذا في حد ذاته نشاط جاذب مجانا، بل هو يدفع لنفسه، حدش يدفع له تذكرة طيارته وهو جاي، ولا أكله ولا شربه في الأساس. فأنا بقول لحضرتك أعتقد ستزيد حجم القوات، أنا لا أتكلم معنوي، أنا بتكلم بالشواهد، بهذا الشكل ليس غير أنه لم يستخدم سوى الثلث، ستزيد حجم المفاجآت. ربما من سيأتي ليساعدهم أم أتى بالفعل إن قبلوه العناصر الفلسطينية ربما سيفيد ببعض الأفكار. لابد أن نضع كل هذا في الحسبان. ولذلك عندما قال وزير الدفاع أنها قد تمتد من 8 أشهر لعام، لم يكن يخطئ في ذلك، وهو ما لا يتفق مع السرعة التي ينفذون بها الآن مع هذا الحجم الخسائر الذي يتم. هناك أستاذ محمد من يرى بأنه القضية الفلسطينية على مفصل مهم وتاريخي، يعني إما إسرائيل إذا استمرت وحققت ما تريد، وأن يشكك الكثير في ذلك، أعادت القضية إلى ما قبل الستينيات. وهناك من يرى لا، بأنه الآن هذه فرصة ذهبية، الدول بدأت تغير مواقفها في الغرب، بدأوا يتحدثوا بشكل أكثر جدية عن موضوع حل الدولتين، وإن كان مشكوك فيه، يعني شبت الضفة الغربية 800 ألف مستوطن الآن، بس ممكن أن نرى أفق سياسي لصالح الفلسطينيين. أنا أعتقد المعادلة الحالية في صالح الفلسطينيين بدرجة كبيرة، ومنذ زمن طويل حقيقة لم تكن بهذا الميزان الذي يرجح كفة القضية الفلسطينية، وهذا يعني يتطلب تحرك فلسطيني عربي منظم خلال المرحلة المقبلة. اليوم الدعم الشعبي العالمي وكذلك المواقف السياسية لكثير من الدول الغربية والدول الشرقية وكثير من دول العالم كلها تصف في مصلحة القضية الفلسطينية اليوم. فهذا يعني يجب العمل واستثمار ما يحدث اليوم. ربما يعني إسرائيل تعيش أسوأ أيام تاريخها،
لا ما أعتقد هي عاشت مثل ما تعيش اليوم. والسؤال المهم، إلى متى تستطيع أن تستمر في هذا الوضع؟ إلى متى ستستمر في هذه الحرب؟ إلى متى تستطيع أن تقاتل وتقاوم؟ وفي نفس السياق سؤال حماس، إلى متى حماس تستطيع أن تستمر في مواجهة الإسرائيليين؟ هذه الحرب الخطيرة جدا حقيقة. لا نستغرب عندما نجد أن العالم بأسرى يضع يده على قلبه ويعني يتمنى أن لا تحدث أي مفاجأة خارج السيطرة. حتى كتاب إسرائيليين قالوا كلما زادت العمليات أي يعني زمنا تنقلب ضدنا. قال كاتب إسرائيلي لأول مرة نرى هذا الحجم من الكراهية في العالم ضد إسرائيل. اليوم الإسرائيليين وربما مواقفهم في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة كانت حقيقة صادمة لكثيرين، يعني ربما المندوب الإسرائيلي وزير الخارجية الإسرائيلي لما يتكلم عن أمين العام للأمم المتحدة. إسرائيل تريد أن توصل للعالم رسالة بأنها هي فوق القانون وأنها لا يهمها أحد، وهذه رسالة خطيرة لا يقبلها أي أحد في العالم، حتى حلفاء إسرائيل الغربيين والشرقيين. بلا شك أن اليوم أنت عايش في عالم وفي مجتمع دولي وعندك قوانين دولية، عندما تأتي دولة مثل إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل هذه القوانين معناته أنها لا تحترم ليس المنظمة فقط وإنما لا تحترم دول العالم اللي هي منضوية في هذه المنظمة. وبالتالي ربما هي بحتاج إلى بعض الهدوء، يعني بعد شهر تقريبا من هذه الحرب إسرائيل ما زالت في فورتها الأولى، ما زالت في ردة فعلها القوية والعنيفة ومش قادرة تسيطر على ردة فعلها. حكومة متطرفة مثل الحكومة الحالية أعتقد يجب أن يوضع لها حد إذا كانت إسرائيل جادة في أنها تلم الموضوع وأنها لا تقتل المزيد من المدنيين. دكتور خالد، في موضوع الولايات المتحدة وقلت بأنه يخسر بايدن الكثير الآن من الأصوات والشعبية بسبب الموقف تجاه تل أبيب. كان دائما الناخب الأمريكي أي المرشح الأمريكي يغازل إسرائيل لكسب يعني أصوات مناصرة لإسرائيل. اليوم نرى الوضع مختلف، يعني الجاليات الأمريكان من أصل عربي، الأمريكيون من أصل أفريقي، من أصل آسي، من أصل لاتيني، حتى كلهم بطريقة عفوية يتحدثوا لن نعطي أصواتنا لمن ناصر القتل في غزة. إذن كم غامر بايدن في مسألة هذه فيما يتعلق بهذه الشعبية والأصوات؟ يعني اسمح لي استخدم بين قوسين تعبير للسفير الفلسطيني حسام زلمط الذي قال زملط سنحاسب، التاريخ سيحاسب، العالم ستحاسب، الذاكرة ستحاسب، لأن ما افتعلته إسرائيل ليس ضد حماس ولا ضد حركة أو طرف، وإنما ضد الشعب الفلسطيني، ضد عملية يعني ممنهجة خوفا أو تعيش إسرائيل حالة اسمها الهولوكوست. واليوم أنا لا اللغة العربية غلاف غزة، أأمن بضواحي غزة. وبالتالي هذه المشكلة الجديدة في ضواحي غزة ستواجه وتواكب الأجيال الجديدة وستكون متلازمة للهولوكوست. إذن المشكلة الأساسية في العالم أصبحت واضحة، أن إسرائيل هي دولة معتدية وتمارس اعتداؤها بالبلطجة وبالقوة وبالقتل ولا يعني تقف أمام القوانين، وهذا ما سينعكس على أنصارها حتى في أوروبا. وأكثر بالمناسبة أكثر شيء أن الأوروبيين سيتضرروا لاحقا من المواقف الذي ارتجلوها مؤيدين لفرنسا دون أي حساب يعني لإسرائيل دون حساب أي لمصالحهم. ولهذا السبب نرى هناك ردات فعل، وحتى الاتحاد الأوروبي يتعرض لانقسام بالموقف اتجاه يعني التأييد لإسرائيل. إذن لأخذ مثلين، قصة مستشفى الشفاء هي حرب إعلامية بروباغندا، حرب نفسية يمكن يعني مقارنتها بحرب مطار بغداد. وإذا
حاولنا المقارنة، كانت إسرائيل تعتمد بأن الدخول على الشفاء سيوجه ضربة نفسية للمقاتلين للسكان، بأن الشفاء منذ اليوم الأول وضعته في قائمة أو بنك الأهداف الذي تريد من خلاله إحباط المعنوية الفلسطينية. طبعا هنا المعنوية الفلسطينية، يعني لا نريد أن نقول أن مقاتلي حماس هم سوبرمان، هم مقاتلو يعني في الأقمار الاصطناعية، هم بشر، هم ناس يجوعون يبردون، لكن لا مجال لهم إلا في هذا التصدي. المشكلة أنهم على يعني المسافة الذي يمكن أن يتصدوا بها هي مسافة قد تكون يعني محدودة بغض النظر عن الأيام. إذن النقطة الثانية هذه يعني الذي أقوله اليوم، كيف دخلت إسرائيل على مستشفى الشفاء؟ وأنا عشتها في لبنان، رفع الأيادي، صلب الناس، إطلاق النار في الهواء، التفتيش، كل هذه المسائل الجميع يعرفها، لا يوجد هناك حتى لو كانت أنفاق حماس تمر من تحت المستشفيات. إسرائيل قالت 350 نفق، غزة هي متر مكعب، يعني معروف كل الأنفاق ستكون من تحت الأبنية والتشريعي وكل الساحات. إذن هذه الصور التي ترسل، الذي تحاول إسرائيل أن تذكرنا بالنظام السوري، تكتشف المكان وتحط الأموال والشيكلات والأعوز، نعم، وكل هذا الشيء، هذا سينعكس، نعم، هذا سينعكس تلقائيا، نعم، على مواقف بايدن، وبالتالي سيخسر مناصريه. من سكايب أو عبر سكايب من بيروت، أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خالد العزي، ومعي في السوري طبعا المحلل السياسي محمد الحمادي، والمحلل العسكري دكتور سيد غنيم. شكرا لكم، انتهت هذه الساعة، نلقاكم في ساعة أخرى. تحياتي.